قبل كل شيء يسلموا لي ايديك اللي كتبوا. مش ايدي اللي كتبوا، هون وهون كتبوا. هلا انا بعرف، بس قلت بوس ايديك يا امن لي. ما هيك تمارا، اللي قريته بهالنصوص اهم شيء انه مش من قال من قبل، في جرأة حلوة، في دم جديد، في افكار فظيعة، في نقل للواقع بشكل كتير مهم، وهيدا هو الشيء اللي انا عم فتش عليه. خي هلا طبيعي في شوية تفاصيل يمكن هيك قوية زيادة عن اللزوم، بدي اشتغل عليها انا وياكي قبل ما يجي المخرج ويقرأ. مش مشكلة، كله بيتعدل. تمارا، انا رح اشتري النص ورح بلش تحضيره باسرع وقت ممكن. هيدا نسخة عن الكونترا يلي عادة بمضي للكتاب يلي بيشتري منه النصوص. اعتبري درافت وقري، واللي بيضايقك شيلي، وحطي المبلغ اللي بتلاقيه مناسب عن سعر الحلقة، ورجعي بكرة لحتى نمضي وتفعلك ونبلش الشغل. اتفقنا؟ ديل. وبدي اياك تبلشي بالنص التاني بسرعة. عن جد؟ أكيد عن جد. عندك شك؟